اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقتنا عياده تاخر الانجاب. معاكم انا الدكتور اشرف صبري، استشاري علاج العقم واطفال الانابيب. احب افكركم بطرق الاتصال بينا. لكل اللي عايزه تسالني اسئله مباشره على حالتها تقدر تستخدم الارقام الموجوده على التلفزيون دلوقتي، وكل اللي عايز يبعت لي تقاريره الطبيه ممكن يستخدم الايميلات والموقع الالكتروني بتاعنا المعروض على الشاشه قصادكم دلوقتي. واقدر افكركم برضو كل اللي عايز يستفيد بتخفيضاتنا لحالات الحقن المجهري والمناظير يقدر يتصل بارقام التلفزيون عشان يعرف من السكرتارية والممرضات العروض والخصومات المعمولة في اثناء فترة عرض البرنامج بتاعنا. كنت كلمتكم في الحلقة اللي فاتت على طريقة الكشف السليمة، النهاردة بقى عايزين نتكلم ازاي بيتعمل الكشف. فالحلقة اللي فاتت كنت قلت لكم كيفية اختيار الطبيب، ان لازم الطبيب يكون متخصص في الخصوبة لان هو بيستخدم الطرق العلمية السليمة اللي هي معمولة بعد ابحاث عديدة من جامعات عالمية علشان توصل لاسرع طريقة. انا عايز اقول لكم ان كل مثلا بيجي لي انا، يعني انا بيطلع من عندنا عيانين في العياده بتاعتنا بيبقوا متعجبين ومش مصدقين نفسهم، ان بيجوا يقول لك احنا بقالنا سنين عديده جدا من البحث عن طريقه الكشف وطريقه العلاج وخبر احنا بنخلصها في اسبوع واحد فقط لا غير. كل اللي بيخش لي بيبقى داخل معاه ورق قد كده، كيس، متعود خلاص ان كل داخل لي من باب العياده معاه كيس كبير بلاقي فيه فحوصات وروشتات قديمه، بعرف على طول ان حاله تاخر الانجاب وبقالها فتره. انا بقدر بقول له انت بقالك سنتين ثلاثه اربعه على قد حجم الكيس اللي هو جايبه معاه من كتره الفحوصات اللي فيها. عشان نعرف الكشف عن الحمل بيجي ازاي بنعرف طريقه الحمل بتيجي ازاي. موضوع بسيط جدا، راجل وست. الراجل بيبقى عنده مقدرته على انتاج حيوانات منوية بكمية وشكل سليم، ومقدرته على توصيل الحيوانات المنوية للمهبل للزوجة. بالنسبة للست مقدرتها على اخراج بويضة سليمة كل شهر، ومقدرتها على تحضير بطانة رحم سليمة علشان البويضة ما بتتخصى بتتغرس جوا بطانة الرحم، والطريق سليم ومفتوح بين الحيوان المنوي اللي بيبقى في المهبل لحد البويضة اللي بتخرج من المبيض وبتدخل الأنبوبة. هما دول طريقة الحمل السليم. فعلشان نعرف إذا الطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها دي سليمة يبقى لازم نتكلم على طريقة الكشف عليها. كل واحدة من النقط الخمسة اللي احنا اتكلمنا عليهم ليها طريقة كشف. يعني مثلا الراجل قدرته على إنتاج حيوانات منوية سليمة بنعمل له تحليل سائل منوي. الراجل على قدرته على توصيل الحيوانات المنوية بنسأل على طريقة الجماع وهل هي سليمة وهل في مشاكل فيها ولا لا، بنسأل عليها في القعدة بتاعتنا اللي بنعملها. الزوجة هل هي دلوقتي رحمها سليم وعنده بطانة رحم سليمة، دي بيتكشف عنها باستخدام السونارات. الزوجة انتاجها للبويضة السليمة كل شهر ديت بنقدر نعمل كشف عليها بالسونار او متابعة التبويض او بالهرمونات. وفي نفس الوقت الزوجة عندها الطريق سليم بين المهبل تحت وبين الأنبوبة، ده بنعمل عنه الكشف باستخدام أشعات الصبغة. كل حاجة من الخمس نقط اللي احنا قلنا عليها زي ما قلنا ليها طريقة كشف ليها أمراضها علشان كده لازم يتكشف عنها. بيجي لك المريض بيقعد معاك بيقول لك أنا دلوقتي متجوز بقالي كذا سنة، بتمسك ورقة الكشف عن تأخر الإنجاب، تاخد اسمه وعنوانه تليفونه، بتاخد برضو الزوجة هل بيعمل أو ما بيعملش، لأن بعض المرضى نوعية عملهم بتعمل مشاكل. يعني مثلا يجي واحد يقول لك أنا بشتغل في أجهزة أشعة، الأشعة ديت بتأثر على الخصوبة، فمن خلال القعدة الأولانية ديت بتقدر تعرف منه عمل عمليات قبل كده، جاله مرض قبل كده، اتخبط قبل كده، جاله إصابات قبل كده، أصيب بفيروسات معينة قبل كده هوت. ونفس الكلام للزوجة. القعدة المبدئية دهيت على قد ما هي بسيطة جدا وتبان زي الدردشة، بس بتطلع منها بمعظم الكشف ومعظم التشخيص بيبان في القعدة البسيطة الأولانية دهيت. بنبتدي على طول بعدها بنطلب من المريض ان هو يقفل سلسلة فحوصات، اربع خمس فحوصات بتتعمل، ودهيت بتتعمل في الفترة بتاعت الاسبوع الاولاني للدورة. فعشان كده ما بيجي حد يتصل بيقولك احجز امتى الميعاد بتاع الكشف، بنيجي نقول له حاجة من اتنين، يتجينا في اول تاني او تالت يوم للدورة، يا اما بيجينا قبلها في يوم عشوائي عشان ندردش مع بعض ونتعرف على بعض وتعرف طريقتنا في الكشف وطريقة العلاج،
وبعد كده هوت بتاخد الاسامي التحاليل وبتعملها لنا في الايام المناسبه، واذا ما قدرتش بتيجي في ايام الدوره على طول بنعمل نفس القعده ديت ايام الدوره، بتنزل من عندي بتخلص لي الفحوصات ومن خلالها نقدر نعرف اللي عندنا ايه. انا في العادي بتاعي بطلب من المريض ان هو تاني او تالت يوم للدوره في حاجه اسمها هرمونات بتتقاس، الهرمونات دي اسمها FSH LHE2 برولاكتين وبروجسترون، بتعرفني الغده النخاميه اللي بتتحكم بالمبيض اخبارها ايه، بتعرفني مخزون المبيض اخباره ايه، بتعرفني الهرمونات كلها في جسم الزوجه اخبارها ايه. نقطة نمرة 2، بطلب من الزوج ان هو يبقى يكون ما عملش جماع بقاله يومين ثلاثة او ممكن توصل لاربع ايام كمان، وبينزل يعمل لي تحليل السائل المنوي بتاعه، وبعد ما بتخلص الدورة بنعمل سونار مهبلي مباشرة علشان نطمن على الرحم، بيبقى احسن فترة لي بعد انتهاء الدورة بنعرف نشوف اي امراض فيه، وبنبص برضو بص على المبيض نأكد على المخزون المبيض من البويضات، وبنشوف لو في اي نوع من انواع المشاكل بالمبيض. فبعدها على طول بنطلب أشعة الصبغة اللي هي بتتعمل علشان نعرف إذا في أي نوع من الأمراض تصيب قناة فالوب، الأنابيب، منطقة البطن، منطقة الرحم، أي حاجة تعمل التصاقات أو تسد الطريق اللي خلي الحيوانات المنوية ما توصلش للمبيض أو الأنبوبة وتلقح البويضة بطريقة سليمة. في الحلقات اللي جاية هنمسك بند بند من اللي احنا اتكلمنا عليهم ده همت ونشرح ازاي اللي احنا ما بنيجي نطلب. اللي انا عايز اقوله في الحلقة بتاعتي دهيت ان ما بنطلب التحاليل بتاعتنا بنختار معامل او طرق فحص معتمدة. يعني ايه طرق فحص معتمدة او ستاندرد؟ او اللي هي كلمة ستاندرد او طرق معتمدة معناها ان المعمل ده بيتبع للاساس العلمي المظبوط لاحدث سنة لاخر سنة بأجهزة مظبوطة وسليمة علشان لا يختلف عليها طبيبين. يعني ما ينفعش واحدة مثلا جيب لي أشعة صبغة من مركز أو لا إيه ده دي مش واضحة، ده التقرير مكتوب مش واضح، لو سمحت عيدها لي تاني. لازم الطبيب يفهم إنه ما يروح يقول لمريض عيد لي تحليلك تاني، عيد لي فحوصاتك تاني، ده ضغط نفسي ومادي. في فحوصات سهلة وفي فحوصات ما ينفعش تتعمل ببساطة زي أشعة صبغة، لازم يتأخر وقت ويتأخر في المصاريف وبيتأخر في الألم اللي بيبقى فيها. فلازم من أول مرة الفحوصات تتعمل في مكان معتمد وبالطريقة السليمة علشان ما تطلبش تاني وما يختلفش عليها طبيبين أبدا. الطريقة السليمة ديت في معامل بتبقى دايما مستخدمة كل الطرق السليمة في طريقة كتابة التقرير، في طريقة الفحص نفسها، في استخدام التشخيص. يعني مثلا معمل بيعمل لك مثلا أشعة صبغة بيقول لي مثلا اكتشفت ان في سدد في الأنبوبة، طب عرفت منين اكتشاف ان سدد في الأنبوبة؟ بيقول لك باستخدام آخر بحث في ساعة مثلا سنة 2012-2013 ان الصبغة ما عدتش في المنطقة دهيت في السرعة دهيت، فخلاص عرفنا ان كده خلاص في سدد او هيبقى في مشكلة. بتسمى معمل التحليل السائل المنوي كل سنة بينزل معايير جديدة بتقول ان مثلا السائل المنوي لو العدد اللي بيتحرك الحيوانات المنوية مثلا 10% 20% بده كويس. يقولك فباستخدام معايير 2012 او 2013 كشفنا عن حركة السائل المنوي لقينا انها جيدة، فبالتالي كتبنا الارقام ده. هي كل المعامل الكويسة بتكتب التقسيمة الصح، بتكشف بالطريقة الصح، بتديك التقرير بتاعك متقسم ومكتوب بالطريقة الواضحة الصح. الصور اللي هي بيعملها او صورة السونار، صورة الاشعة الصبغة، صورة الحيوانات المنوية، الهرمونات بتتعمل بشكل ان اي طبيب يقدر يشوفها، ما يطلبش منك انك انت هتعيدها لي تاني علشان تبقى واضحة جدا 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 وما فيهاش اي مشاكل خالص. فبالتالي استخدامنا للمعامل دهيت بتوفر عليك جدا 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 المادة والفلوس والمجهود علشان ما بتضطرش تعيد حاجتك تاني. الحلقة الجاية بإذن الله هنبتدي نمسك حاجة حاجة من الفحوصات ونتكلم ازاي بتتعمل وليه بتتعمل عشان كل الناس تفهم مدى جودتها. مستني تليفوناتكم بعد انتهاء الحلقة بتاعتنا على الأرقام اللي ظهر على الشاشة، لكل عنده أي سؤال عايز يسألهوني أنا برحب جدا بكل تليفوناتكم. أشكركم وأشوفكم في الحلقة التالية بإذن الله. شكرا جدا.